السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة جريد 6 في قناتكم Easy Science and Math. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض ريفيجن عبر ريفيجن جريد 6. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 1 بتقول are from artificial source that are used before inventing the electric lamp. يعني ايه؟ يعني ايه هي sources اللي artificial اللي هي الصناعية اللي اخترعت قبل الالكتريك لامب؟ طبعا هي الكاندلز، وكمان عندي الاويل لامب، يبقى الانسر بتاعتي نمبر A and B. The electric lamps represent a constant sources of light that is الالكتريك لامب بتاعتي دي بتعبر عن constant source، مصدر ثابت للكهرباء او يفضل استخدامه. ليه؟ علشان هي كلير نظيفة برايت، وكمان free from smoke and odor، يعني كمان نمبر دي. The electric lamp converts the electric energy into طبعا light. All the following are from the component of light bulb except. لازم ناخد بالي من كلمة except دي اللي ممكن تغير معايا دايما الإجابة. كل المكونات اللي عندي الكومبوننت دي من البالب اللايت بالب، ما عدا مين؟ عندي الفيلمنت، طبعا الفيلمنت عندي في اللايت بالب، عندي تو بوينت اوف كونكشن، والجلاس بالب، والبيز اوف لايت. طبعا هي الاجابه التو كونكت، التو بوينت اوف كونكت. التو بوينت اوف كونكت دي موجوده في الفلوريسنت وليس في اللايت بالب. ذا فيلمنت اوف لايت بالب از ميد اوف تنجستين. The filament of the light bulb is made of tungsten because it has a ليه بنسمع عن التنجستين؟ علشان high melting point. هو ليه high melting point. Allow the electric current to transfer from lamp base to the filament. اللي بيخلي الكهرباء تعدي من اللامب بيز للفيلمنت، طبعا الكبر and lead wires in the light bulb. دايما افتكر شكل اللامب بتاعتي او البالب لامب عندي في دماغي علشان اعرف مين اللي هو بيوصل الكهرباء منين لمنين. All the following are from the component of the fluorescent lamp except. برضو ناخد بالي من كلمة except. كل المكونات دي موجودة في الفلوريسنت ما عدا ايه؟ التنجستس فيلمنت موجودة، التو سيك كبر وايرز، بوينت اوف كونكشن، الجلاس بالب. يبقى مين اللي مش موجود عندي؟ فكروا، تو سيك كبر وايرز، ما عنديش اتنين كبر واير انا موجودين في الفلوريسنت. Which of the following gases is found in fluorescent lamp but is not found in light bulb? الغاز، انا لازم اعرف ان انا عندي two gases. عندي غاز اسمه argon. argon ده موجود في اللايت بالب وموجود في الفلوريسنت، وعندي غاز اسمه mercury vapor ده موجود في الفلوريسنت ومش موجود في اللايت بالب. يبقى انا عندي غاز اسمه mercury vapor ده هو اللي موجود found in fluorescent but not found in light bulb. في ناس كتير بتغلط بتقول النيون. النيون ده اسم مجرد غاز، هو اي نعم هو غاز بس هو اسم مش موجود في الفلوريسنت لامب. هو اسم غاز اشتهرت بيه او تداول او بيجي معروفة الفلوريسنت لامب بانها اسمها نيون، بس هي مش موجود فيها النيون غاز، مش موجود فيها الغازس، هي اللي موجود فيها ميركوري فيبر. اوكي، خدوا بالكم من السؤال ده لانه دايما بيلخبط الطلب. The glass tube of fluorescent lamp contains الانبوبة او الجلاس بتاعت الفلوريسنت لامب جواها ايه؟ جواها نيون غاز، جواها ارجون غاز and a little of mercury vapor، جواها ارجون ولا هيدروجين غاز؟ طبعا الفلوريسنت لسه قايلين انه جواها تو غازز، الارجون وكمان جواها الميركوري فيبر. The inner surface of the tube of fluorescent lamp is covered with طبعا بالفوسفوريك ماتيريال. There are two points of connection at each tub of fluorescent lamp. بيوجد تو بوينت، بيعملوا ايه الكونكشن دول الفلوريسنت بيعملوا ايه؟ مين شاطر؟ طبعا to connect the lamp to electricity، بيوصلوا الكهرباء لللمبة. When the electricity lamp connected in parallel، لازم ناخد نفس بالنا من كلمة parallel. With other in the electric circuit the light intensity، اللي يحصل لها البارالل اللايت انتنسيتي بتاعتها don't change، مش بتتغير، it's constant، هي عبارة عن ايه؟ لازم دايما بتبقى constant ثابتة. All the following gases are used in the electric lamp except. طبعا لسه احنا جايلين ان الارجون معانا، وعندي الميركوري فيبر موجود في الفلوريسنت، فطبعا اللي مش موجود ومش بستخدمه الاتموسفيريك اير.
We need a light bulb battery. انت عندك او انت محتاج light bulb battery وعندي battery وعندي connecting wire connected together and closed. لازم اخد بالي من كلمة closed continuous path. انت وصلت bulb لمبة عندك ووصلت عندك battery ووصلتهم كلهم، فانت عملت كده ايه؟ عملت simple electric circuit. طب مدام انت عملت electric circuit والمسار عندي او الباص عندي closed، يبقى عندي make bulb light up، يبقى كمان اللمبة عندي هتنور، وده كمان اسمه ايه؟ انا كده هعمل a continuous electric circuit، وكمان انا كده هعمل تيار كهربي مستمر. فعندي الاجابة كلهم ينفعوا انهم هم ايه هيحصلوا او كلهم هيحصلوا في نفس الوقت. When we connect more than one bulb in series to an electric source، لما انت بتوصل كذا لمبة عندك series، the light intensity of the bulb ايه اللي هيحصل لها؟ احنا عارفين ان التوصيل series بيكون عبارة عن كذا لمبة او كذا بالب متوصلين كده ورا بعض بالباتري. كل ما انا هعمل increase the number of bulb، كل ما اللايت انتنسيتي شدة الكهرباء بتاعتي هيحصل لها decreases، هيحصل لها ايه؟ decreases. يبقى مدام انا او اخد بالي مدام هي الكونكشن عندي serious، يبقى الانتنسيتي هيحصل لها ايه؟ decreases. When we connect more than one bulb in parallel، بصوا هنا دي كلمة جديدة، parallel. parallel يعني على التوازي. To an electric circuit the light intensity of the bulb اللي هيحصل لها، هيحصل لها doesn't change، مش هيتغير حاجة. وده شكل التوصيل على البالب، على البارلل يعني على التوازي. اللمبة بتبقى متوصلة كده تحت بعض ويبقى عندي باتر، يبقى ده سيريوس وده ايه اسمه بارلل. في البارلل الالكتريك intensity او شدة الكهرباء doesn't change it is constant انها ثابتة، ولكن but in series ولكن على التوازي it is decreases. كل ما انا بزود the number of bulb او عدد السورسز اللي عندي، كل ما الالكتريك intensity هيحصل لها decreases. If we have three light bulb، لو انا عندي ثلاث لمبات and we need to get high light intensity وعايزة احصل على اكبر شدة اضاءة، so we must connect them in parallel. طبعا قلنا في السيريس لو انا وصلت التلاتة غير لما انا وصل الاتنين، لو انا وصلت التلاتة التلاتة هيقلوا. When we unscrew a bulb from those that are connected in series، لو انا يعني شلت او حذفت بلب والبلب دي متوصلة سيريوس، ايه اللي هيحصل للباقي اللمبات؟ all lamp will be turned off. لو انا جيت هنا وشلت اللمبة دي او اتحرقت burned او اتقطع السلك بتاعها، السيركت عندي هتعتبر open، هتعتبر مفتوحة، مش هتوصل كهربا، فكل اللمبات الباقية are turned off. When an electric lamp which is connected in series with other lamp burn، اهو وفي لمبه من اللمبات اللي متوصله سيريس دي حصل لها burns اتحرقت، ايه اللي هيحصل؟ برضو نفس الحكايه، all lamp turn off، كل النمط هتفصل. وعلشان كده انا مش بوصل سيريس in houses في المنازل او في المنشآت، انا مش بوصل الكونكشن سيريس، انا بوصل دايما parallel. In houses اهو السؤال جه، in houses في البيت lamp and all other electric machine are connected in parallel، في المنازل دايما التوصيل بيبقى parallel. The light bulb are connected in، اللايت بالب بتتوصل في الهاوس برضو parallel. In the decorative light في اللمبات بتاعت الديكوراتيف او التزيين، if one or more lamp burn out the other lamp do not turn off because ايه؟ لما لمبة من اللمبات اللي انت متوصل بيها في التزيين اتحرقت مش بيتفصل كل اللمبات، ليه؟ عشان اللمبة قلنا بتتوصل ايه؟ بتتوصل in parallel، اللمبات والاجهزة بتتوصل توصيل parallel. In our daily life electricity can be used طبعا cooking and preserving food operating some machine lighting houses and factory، فكلهم ينفعوا.
as good conductor of electricity. طبعاً الايرون أو any metal. All the following material allow the flow of the electricity current except. كلهم دول بيوصلوا الكهرباء ما عدا مين؟ ألمونيوم ميتال، كوبر ميتال، ايرون ميتال، يبقى عندي الرابر اللي هو المطاط. All the following are electric insulator. خدوا بالكم من except. خدوا بالكم من except. كلهم electric insulator، كلهم عوازل للكهرباء ما عدا مين؟ الود والرابر والجلاس كلهم electric insulator، يبقى فاضل عندي الكبر. إذا باد دي واضحة، باد conductor of electricity، مين اللي باد في دول؟ طبعا البلاستيك. Materials that don't allow the flow of electricity through them are called. الماتيريال اللي مش بتخلي الكهرباء تمشي فيها اسمها ايه؟ electric conductors؟ لا طبعا يا مس، طبعا electric insulator. Materials that allow the flow of electricity through them، طبعا electric conductor. Dangers of electricity include. اللي عندي الأخطار بتاعت الكهرباء فيها electric fire والelectric shock والelectric burn. All the following are from the direct injury except. كلهم ممكن يحصلوا بسبب صدمة لي أو مباشر أو جرح مباشر للكهرباء. يعني إيه؟ fire resulting from electricity، أنت تعورت بسبب الكهرباء. Electric shock، صدمة كهربائية. Electric burns، أو بسبب حرق بسبب الكهرباء. Falling from the top of litter، لو أنت وقعت من على الكرسي طبعا دي مش direct، دي indirect injury، يعني أنت تعورت بس أصبت بس إصابة غير مباشرة. Indirect injury. Increasing the temperature of the electric machine causes، بيسبب إيه؟ لو في درجة حرارة لجهاز معين عندك في البيت زادت، إيه اللي بيحصل؟ طبعا electric fires. Plugging many appliances or machines to one socket may causes، لو انت وصلت اكتر من set من جهاز او machines، اللي بيحصل electric overload، يعني زيادة في الاحمال. Heating up of wires، سخونة في الاسلاك، وبعد كده fires، فكلهم ينفعوا كمان جايين بالترتيب. Water cannot be used to put out electric fires because أنا ما أقدرش أطفي حريقة ناتجة عن electric fire عن طريق الووتر. ليه؟ بسبب it is a good conductor of electricity، عشان هو جيد التوصيل للكهرباء. أما بطفيها بإيه؟ بطفيها بالساند. occurs due passing the electric current through the human body، كهرباء عدت في جسم الإنسان، يبقى ده طبعا electric shock. the harm resulting from the electric shock depend on، النتائج أو الأضرار اللي بتحدث بسبب الصدمة الكهربية بتعتمد على، أكيد على time taking، الوقت اللي الكهرباء دي عدت فيه في الجسم، والstrength، شدة الكهرباء. طبعا يبقى الإجابة عندي A و B. The electric shock may causes، الإلكتريك شوك، الصدمة الكهربية طبعا بتسبب electric fire ولا electric overload ولا electric burns، طبعا بتسبب electric burns. electric burns هنا مقصود بها injuries، يعني مقصود بها انك الانسان يصاب عن طريق كهرباء. اوكي. which of the following is or are from the reasons سبب of electric burns، ايه السبب ممكن يحدث انك انت شخص مثلا لا قدر الله يصاب بالكتريك بيرنز؟ your body touch an electric machine that generate heat. your body touch an insulated wires. your body touch spark that resulted from an electric current. طبعا باينه واضحه جدا ان نمبر بي مش معاهم. ازاي؟ جسم يلمس insulated wire. insulated wire يعني سلك معزول، يعني سلك ما بيوصلش كهرباء، متغطي، فده مش هيعمل لي اي اصابة. اما اللي هيعمل لي اصابة ان انا المس electric machine that generated heat، بتولد كهرباء. زي مين؟ زي الهيتر، السخان، زي الايرون، المكوى. spark هنا يعني شرارة، انك انت تلمس شرارة spark نتيجة للelectric current. يبقى الاجابة عندي A و C. To avoid the occurrence of electric shock you should not، عشان تتجنب حدوث صدمة كهربية انت المفروض ما تعملش ايه؟ touch naked wires، touch electric machine with wet hand،
metallic object and the electric shock. طبعا ولا واحدة ينفع ان انا اعملهم، فالاجابة طبعا هتبقى دي. Which of the following is from the precaution and the dealing with electricity؟ ايه هي اللي موجودة في التحذيرات او الاحتياطات في التعامل مع الكهرباء؟ Place several connection in the same socket، انك انت تحط او تضع اكتر من جهاز في سوكت واحد او في فيشة واحدة. Play with the electric connection، تلعب بالتوصيلات الكهربية. Don't clean an electric machine while being connected to the electricity، انك انت ما تنظفش اي جهاز متوصل بالكهرباء. Place the flammable material، flammable هنا يعني مواد قابلة للاشتعال او مواد ممكن تحترق. Assurance close to the machine that generate heat، متولد كهرباء. طبعا الإجابة إن أنا don't clean، إن أنا مقدرش أنظف، ما تنظفش أي جهاز متوصل بالكهرباء. The electric wires are made of طبعا copper. Electric wire must be covered with plastic، مادة تكون insulator. Among ما بين البروكيشن when dealing with electricity is، ايه هي من التحذيرات اللي انا ممكن اتجنبها؟ ان انا not to play with the electric connection، ان انا ملعبش بالايه بالتوصيلات الكهربية. The main idea، الفكرة الاساسية of the electric lamp depend on، بتعتمد على heat and glow of the filament. الفيلمنت اللي من التنجستين اول حاجة انا بسخنه، وبعد هو بكده بيعمل ايه glow، بيشع ايه ضوء light. In serious connection when one of the lamp is broken what will happen، طبعا كن قلنا ان مدام هي serious يبقى اي حاجة بتحصل بتأثر على باقي اللمط، يبقى كل اللمط turn off، they will turn off. The glass tube of the fluorescent lamp contains طبعا قلنا ان هو جواه مين الفلورسنت؟ جواه two gases، جواه argon وجواه mercury vapor. The lamp at home طبعا قلنا متوصلة in parallel. The filament light bulb is made of الفيلمنت من التنجستين. Electric lamp have many uses، shows the way in which both fluorescent lamp and light bulb are commonly used. انا عندي هنا الفلورسنت لامب والبالب، اكتر استخدام شائع ليهم طبعا في اللايتنينج هاوس. الكوميريكال ادفيرتسمنت بتستخدم فيه بس الفلورسنت. الكار لامب والتورشس بتستخدم فيهم البالب، الاثنين بيستخدموا في اللايتنينج هاوس. What is the filament a light bulb usually made of؟ دايما بيصنع الفيلمنت من التنجستين، قلنا because tungsten has high melting point. What did Thomas Edison invent؟ Thomas Edison invent a light bulb. Look at the photo of a light bulb. What is X؟ X اهي، X اهي اللي هو ده. طبعا كلنا عارفين ان ده عبارة عن الفيلمنت اللي made of mean tungsten. This is a picture of fluorescent lamp. What is label should be written at one؟ فين one؟ ادي one، دول الناحية دي والناحية دي، فادي one. Tungsten filament ولا glass tube ولا points of connection ولا not correct، انهي واحدة فيهم؟ طبعا التنجستين فيلمنت. لو احنا قلنا، لو احنا رجعناهم مع بعض، طبعا دول اللي من بره دول التو كونكتد، التو كونكشن او البوينت اوف كونكشن اللي من بره دول. طب one of the following gases is found، موجود في الفلورسنت but not found in electric bulb. مين اللي موجود في الفلورسنت ومش موجود في الالكتريك؟ الميركوري فيب. All the following are electric insulator except، ما عدا مين؟ ما عدا الكبر. As good conductor of electricity، طبعا اي متل زي الايرون. All of the following material allow the flow of the electric current except، مين اللي بيسمح لكل الكهرباء انها تعدي؟ ما عدا مين؟ يبقى انا بدور على insulator اللي هو الرابر. An electric shock may cause، بتسبب electric fire ولا electric burn ولا electric overload ولا electric current. طبعا الشوك يبقى في جسم الانسان، يبقى بتسبب electric burns.
الفلورسنت لامب contains argon gas and a little amount of mercury vapor. The fluorescent lamp is lined with phosphoric substances. طبعاً الفلورسنت جواها phosphoric material أو phosphoric substances. What is found inside fluorescent lamp but not in electric bulb? قلنا اللي موجود جوا الفلورسنت ومش موجود جوا البالب الفلورسنت الفوسفوريك ماتيريال. This is circuit has a single thread of four electric current to flow through the lamp. This is a circuit A. اسمها ايه السيركت دي؟ اسمها ايه؟ متوصله ازاي؟ باتري تو بالب لامب ورا بعض، يبقى متوصله سيريس.